خلينا نبدأ طبعا زي ما متعودين بأهم العناوين الأخبارية مع حضراتكم. الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء ومستجدات تنفيذ مشروع ترعة الحمام بالساحل الشمالي واستزراع 500 ألف فدان في الصحراء الغربية. الرئيس السيسي يتابع الجهود المشتركة لوزارتي الري والزراعة بشأن تحديث منظومة الري على مستوى الجمهورية. اليوم الوطنية للانتخابات تعلن الأسماء النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب. وزارة الصحة تعلن تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة.